عقبت محكمة جنايات الجيزة 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بخلية الجيزة الإرهابية بالإعدام و14 آخرين بالسجن المؤبد، وألزمتهم المحكمة بأداء تعويض مدني مؤقت قدره 40,000 جنيه. وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون والشروع في قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة، والشروع في قتل آخر وتخريب سيارة شرطة وسرقة أسلحة ميري وصنع مفرقعات شديدة الانفجار TNT. وافق